في لحظة ممكن تتغير الألوان، في لحظة ممكن يتحول الضعف لقوة والخوف لشجاعة والحلم لواقع. باختصار، اوعى تكون ضحية للحظة ضعف، وحاول دايما تبني نفسك مهما كانت مساحة التحديات. مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة، محمود الجندي وطلعت زكريا، الله يحميكي يا مصر. تعالى بقى نتكلم بصراحة، اوعى تقولي فن يأثر على الإرهاب. الإرهاب زيه زي أي مشكلة اجتماعية. المنتج عادل حسني، الناجون من النار، من أهم الأفلام اللي ناقشت قضية الإرهاب. الإرهاب ده عندنا من أيام من السبعينيات. صابرين والمؤلف أيمن سلامة، الإرهاب أكبر خطر بيواجه مصر. دور الفن دلوقتي هو لازم بيتكلم بشكل جدي جدا وجذري جدا. احنا مش دلوقتي دور الفن في الارهاب. الفن حارب الارهاب في الثمانينات او التسعينات محاربه كبيره جدا. هنروح لاستعراض سريع لأهم منشطات الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بموقع البوابة نيوز وتصريح مهم للكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، بيقول فيه: أنا متفائل بمستقبل مصر. أكد الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن أنه لا يشارك الكثيرين في قلقهم على مستقبل مصر، وأنه متفائل جدا بعد زوال حكم جماعة الإخوان الإرهابية اللي كانت بتخطط علشان تخطف مصر وتعود بيها إلى عصور الظلام. وقال كمان أنه بيقدر الدور العظيم اللي قام بيه المشير عبد الفتاح السيسي في الانحياز لإرادة الشعب المصري والتخلص من حكم الإخوان. من جريدة المصري اليوم معنا تصريح للفنان الكبير يحيى الفخراني، بيقول فيه: مسلسل دهشة يرصد الطمع الإنساني، بيتناول العمل قضية مهمة للغاية. الحقيقة إن القضية دي أصبحت منتشرة دلوقتي في حياتنا العصرية، وهي طمع النفس البشرية والتخلي عن المبادئ والأعراف من أجل المال أو بالأخص المصلحة الشخصية. أكد الفنان الكبير يحيى الفخراني أن السيناريو اللي كتبه عبد الرحيم كمال خلق جواه حالة من الإصرار الفني على تنفيذ العمل تحت أي ظرف. من ناحية تانية، رفض المخرج شادي الفخراني الاستعانة بديكور الحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقرر بناء ديكور خاص في منطقة صحراوية علشان يكون التصوير شديد الواقعية. بيشارك في بطولة المسلسل الفنان ياسر جلال ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وآخرين. هنروح لجريدة الشروق ومعانا تصريح مهم للفنانة الكويتية شمس، اللي علقت على الأوضاع السياسية في مصر وقالت: ربعة لا يمثل الإخوان فقط، بل هو شعار دمار لكل الشعوب والأخذ بالثأر لفئة الظلام. قالت: مبروك لمصر الاستفتاء على الدستور والاتجاه نحو الديمقراطية بخطوات ثابتة. الحقيقة إن كثرة العمليات الإرهابية في مصر في الفترة الأخيرة، وأكيد للفن دور مهم في القضاء على العمليات الإرهابية من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية. كان من ضمن الأعمال دي فيلم الإرهاب للمخرج نادر جلال، وكان الحوار للكاتب بشير إديك، وقامت ببطولته الفنانة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي. فيلم الإرهاب يعتبر أول فيلم يتناول مصطلح الإرهاب ويناقشه. هنروح لجريدة الوفد ومعانا تصريح للكاتب الكبير بشير إديك، بيقول فيه: دور الفن حماية الوطن. أكد السيناريست الكبير بشير إديك أن الفنانين قدموا أعمال كثيرة واجهت الإرهاب في التسعينات، لأن ده دور الفن الحقيقي أنه يحمي الوطن. الحقيقة إن الوقت اللي بنعيشه حاليا صعب جدا، خاصة بعد العمليات الإرهابية المتكررة في كل محافظات مصر، وأكيد على الفنانين والكتاب الإسراع في تقديم أعمال تحارب ظاهرة الإرهاب واللي كترت في الفترة الأخيرة. تعالوا مع بعض نلتقي ببعض النجوم والمبدعين ونشوف رأيهم إيه في القضية دي. ايه خلاص، مش ناقصكم حاجه؟ بتفطروا لبن وعسل، بتتغدوا حسب وصمه التلفزيون، فتتكلموا. ساكتين ليه؟ انت ساكت ليه؟ شال مسدس في جيبك ليه؟ وقفت جنبي ليه؟ طيب ما
جنبك عشان مستعجل الموت. علي حكم بالإعدام جاهز ومستنيني. واحد من الجامدين قوي سرقني، سرق حتة الأرض وأنا غايب. كنت في الجيش على شط الكنال ورجعت قلت أخد حقي بالقانون. 16 سنة، 16 سنة قدام المحاكم وما فيش فايدة، من قاضي لقاضي ومن محكمة لمحكمة ومن دايرة لدايرة وما فيش حكم بسمعه. ولما طورت وحصل اللي حصل زيك كده. الإرهاب ده لسه يحتاج مننا سنين طويلة علشان يعالج. في جملة أنا توقفت عندها، جملة شديدة الأهمية للرئيس الراحل أنور السادات في أحد خطاباته لما قال في مجلس الشعب أنا أبطع القيادات الإخوانية وأنه الإخوان لا يختلف عن الجماعات الإسلامية، ودي حقيقة ومجلس الشعب ضج بالتصفيق ساعتها. لكن قال جملة مهمة قوي يوميها، الشباب المغرر بيهم دول ما أبطش عليهم، شباب الإخوان المغرر بيهم أنا ما أبطش عليهم، شباب الإخوان دول هم شباب الإخوان أيامها اللي السادات اتكلم عليها، هم اللي النهاردة محمد مرسي وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني لما عدى 30 سنة بعد خطاب الرئيس. فبالتالي شباب الإخوان أيضا بتوع اليومين دول اللي هم بقى هيطلعوا لنا بعد 20 سنة ولا 30 سنة، دول هيبقوا أهل الربعوية وأهل النهضة، هيطلعوا تاني بنفس عقيدة العنف والانتقام والغل. فما ينفعش انهم يتركوا بقى كده ونقول دول شباب مغرر بيهم. القيادات تحاسب امنيا على قد التخريب والترويع اللي عملوه، والشباب ده بقى لازم يبقى فيه توعية ليهم، لازم يبقى فيه دور حقيقي للأزهر، دور حقيقي لوزارة الأوقاف، دور حقيقي للمساجد، دور حقيقي في التعليم، دور في المدارس، دور في النوادي، دور في الإعلام، علشان عقول هؤلاء الشباب اللي دلوقتي بعد 30 سنة هيطلعوا نرجع تاني نشتكي. أنا حبس احتياطي رهن التحقيق، وأنا كمان رهن التحقيق. انت تهمتك ايه؟ اكيد لسه بيدوروا لي على تهمه، بس انا زي الفل. وانا كمان. انت خايف يا فتحي؟ انا ما بخافش يا علي، بس انا خارج يا فتحي. وانا خارج قبليه. انا بشوف انه كل ما بيحصل تكالب على السلطه من اي افراد ليها اهداف سياسيه غير اللي الشعب بيحلم بيها بينزل يقول كلمته. نزل مرة واثنين وثلاثة مش عاجبه اللي بيحصل، وبينزل في كمان اعتصامات فئوية وبيقول على مستوى النقابات، نقابة المهندسين بتشيل قياداتها اللي كانت ليها أهداف مغرضة فإنها تحقق أهداف سياسية ملهاش علاقة بالناس بكل المهندسين يعني. الثورات ما هي إلا اعتراضات على أساليب الحكم، وعمرنا ما هنبطل ثورات. وشعب حصل كام ثورة فيه، يعني أنا بشوف أن شعب مصر هو الشعب الوحيد اللي حصل فيه كام الثورات دي، وقدر شعبه يبقى صحي على مدى السنين دي كلها علشان يقول أنه موجود وأنه هيفضل بإذن الله. التركيبة دي هتفضل بإذن الله اليوم الدين متحدة وبتصون بعض وبتخاف على بعض.